وقبل ما ناخد أنفاسنا من اللي حصل لطالبة جامعة المنصورة ظهر أمس الأثنين ومقتلها على يد زميلها، وقبل ما نستوعب الصدمة صدمنا بصدمة تانية، وهي انتحار شاب من أعلى برج القاهرة. انتحر شاب من أعلى برج القاهرة بمنطقة الجزيرة التابعة لاسم قصر النيل بالقاهرة، ليسقط جثة هامدة على الفور نتيجة إصابته بكسور خطيرة في أنحاء متفرقة من جسمه سببت نزيف داخلي وأنهت حياته، وده بعد اصطدامه بالأرض في الحال. وأمرت النيابة بتشريح الجثة لتكشف الأجهزة الأمنية غموض وسبب الواقعة. بلغ العاملين في برج القاهرة قسم شرطة قصر النيل وحضرت القوة الأمنية، وبسؤالهم قالوا إن الشاب صعد إلى الطابق الأخير من برج القاهرة وكان برفقة صديقه، ثم فجأ الجميع وألقى بنفسه بعد أن غافل أفراد الأمن ولم يتمكنوا من إنقاذه، وبالفعل ألقى بنفسه ولفظ أنفاسه الأخيرة بعد اصطدامه بالأرض. ومن التحريات الأولية اتضح إن الشاب بيدعى محمد عبد التواب من مركز بشواي محافظة الفيوم، وإنه صعد البرج مع صديقه ولم يتمكن صديقه من إنقاذه ولا حتى العاملين في البرج. رحم الله أرواحهم جميعا وألهم أهلهم الصبر والسلوان.